السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة هذا الحجاب. هذا حجاب كيجي بالثوب دافي ديال الشتا، يعني بالثوب ديال الصوف الرقيق. أنا هنا غنخدمو لكم بليكرا، ممكن أنكم تخدموه حتى ليكرا ديال القطن، تا هو كيجي دافي وتخدموهم كمشروع، راهم مطلوبين، يعني مازال ما بينينش في الأسواق العربية بزاف هذا الموديل هذا. إذن هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبة للثوب غادي تحتاجوا نصف متر فقط. هنا عندي قل من نصف متر، ولكن غادي عندي يعني شي طرف اخرين غنخدم بهم حتى هما. كنتنيو الثوب على اثنان بهذا الشكل هذا، وكنجيبوا السنتيم، خص يكون في الطول ديال الحجاب 50 سنتيم كيف ما كتشوفوا. وهنايا غادي نديروا الدوره ديال الراس فيها 26. هذا القياس هذا يعني ستوندار، غيجي لاي وحده. درنا الفوق 26، وكي قلت لكم في الطول درنا 50 سنتيم ديال الحجاب، وهنا في العرض ديال الحجاب من الاسفل اللي غيجينا على الكتيف كنديروا فيه 40 سنتيم. صافي، غادي نسيروا بخط ما بين النقطه 26 للنقطه 40 اللي في الاسفل. هنا الطباشير ما كيبغيش يتراصى في الثوب ليكرا. صافي، وغادي نطلعوا بجوج سنتيم من هنايا من الجانب باش كيجينا الحجاب شكل دائري. صافي، غادي نقطعو بالمقص. يعني هذه القطعة الأولى، ودابا غادي نفصلو القطع اللي غادي يجيو راكبين فيها. هنا كنقاد الثوب ديالي لان الكره كتكون كتلوف في واحد الجهه، فخصني ضروري نقادها. اذا هنا غنجيب قطع اخرين، نتوما من نصف متر غتخرجوا يعني القطع كاملين. هنا كيف ما كتشوفوا عندي واحد القطعه ثنيتها على أربعة، كيف ما كتشوفوا على اثنان في الاول من هنايا، ومن بعد ثنيتها على أربعة. شحال غادي نحط فيها في القياس؟ غنحط 17 سنتيم فيها. هذه القطعه اللي غتجي من فوق الراس ماشي اللي غادي تجي من العنق من الاسفل، فيها 17 سنتيم في الطول ديالها، وفي العرض ديالها هنايا درت 10 سنتيم. صافي، وغادي نسير بخط بهذا الشكل هذا، ومن الاسفل غادي نخلي واحد جوج سنتيم ديال الخياطه كيف ما كتشوفوا، عرض ديال جوج سنتيم من الاسفل. والقطعه السفليه حتى هي بنفس الطريقه غادي نخدموها، غادي نديروا فيها 11 سنتيم. ومن الفوق غادي نديرو 8 سنتيم في العرض. صافي، وغادي نسيرو بخط بهذا الشكل هذا، ومن الاسفل نخليو 2 سنتيم ديال الخياطه. هاد 11 سنتيم وهاد 17 سنتيم هي داك القياس ديال داك 26 اللي عندنا في الدوره ديال 26، يعني ماشي الدوره كامله، 26 يعني الثوب متني على اثنان باش تفهموا. 17 سنتيم و 11 سنتيم غنحيدو 2 سنتيم ديال الخياطه ديال داك البندات اللي غيتلاقاو، وغتبقى لينا 26 فقط ديال القياس ديال داك الدوره ديال داك الحجاب اللي غيجي على الراس. المهم انا عطيتكم القياسات اللي غادي تخدموا بهم طاي ستوندار. هكا غادي يجيو راكبين. غادي ندوزو للماكينه ديال الخياطه باش نشوفوا الطريقه كيفاش نجمعوها. هنا اول حاجه بالنسبه للخياطه كيف ما كتشوفوا، هذه هي 26 متنيه على اثنان ديال الدوره ديال الراس. غادي نقلبوا الثوب على الظهر، وغادي نخيطوا من الجهه المفتوحه اللي غادي تجينا في الامام. دائما الثوب اللي كيتمدد حاولوا انكم ما تجبدوهش. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني على هذا الثوب ديال الصوف الرقيق فين كيتباع، راه تلقاوه في المحلات. وبالنسبه للناس اللي قرابين السلاحيه رحمه السوبي، راه موجودين فيهم بكثره هاد الاثواب هادو. اذا هنا غادي ناخذوا هاد القطع بجوج، القطعه الفوقانيه كيف ما كتشوفوا، القطعه السفليه غادي نجمعوهم من الجوانب داك واحد سنتيم اللي كنا زدنا بحال هكا، وكنعاودوا الخياطه على الوجه كيف ما في الموديل. انا هنا عاودت باللون الابيض لان اصلا هاد الموديل ما غاديش نلبسو، يعني درت لكم فقط شرحت لكم في عليه لان الثوب ليكرا قديم شويه. صافي، غادي نخيطهم كذلك من الجهه الثانيه، ونعاودوا الخياطه على الوجه. ان شاء الله الا لقيت هاد الثوب ديال الصفر رقيق غادي نعاود نخدم الموديل، نخدم منهم بزاف.
صافي هنا غادي نحددوا المنتصف ديال هاد القطع بجوج. من الجهه المفتوحه بطبيعه الحال عندكم تنساو تحددوا المنتصف من الجهه المسدوده، تضيعوا التوب ديالكم. وغادي نجيو لداك 26 الدوره ديال الراس، غادي نحددوا المنتصف ديالها من الفوق لان من الاسفل كاينه الخياطه، يعني محددين المنتصف فين كاين. صافي غادي نقلب البياسه على الوجه ديالها بحال هكا، وغادي نجيب دوك القطع، القطعه ديال الجهه العليا كنحطوها مع المنتصف الفوق. ها انتم كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل، هذا الجهه المفتوحه هي اللي غادي نخيطوها مع الدوره ديال الراس. كنثبتوها هنا بليزي بانج، والمنتصف ديال القطعه السفليه حتى هي غادي نديروها مع داك الخياطه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنقلبوهم بهذا الشكل هذا. صافي كيجينا القياس هو هذاك. دابا غادي نخيطوهم على بعد سنتيم، قلت لكم ممكن تخدموهم بالالوان يعني وتبيعوهم، راه مازال ما كاينينش يعني في سميتو في البلدان العربيه. وبالنسبه لثمن البيع ديالهم راه كيديروا يعني ممكن انكم تبيعوهم حتى ب 10 دولار يعني 100 درهم، راهم مطلوبين، كتشوفوا البنيات عاديين وكيبيعوهم بثمن غالي. صافي من الاسفل غادي ديروا ليهم، بالنسبه للناس اللي عندهم السرجي فانتم غادي ديروا ليهم السرجي يعني من الاحسن بنفس اللون ديال الثوب، او لا غادي ديروا هاد العطفه رقيقه كيف ما غتشوفوا اللي ما كتجيش باينه فيها الخياطه عريضه. من الاحسن ديروا هاد الخياطه رقيقه يعني كتنيو غير نصف سنتيم وكتخيطوا، كيجي الشكل ديالها زويون. ومن بعد ما ساليناها بالخياطه هكا كيجي الشكل ديالها في اللبسه البنات، كتجي رائعه ومريحه. كي قلت لكم ممكن تخدموها لراسكم اولا تبيعوها كمشروع، كيجي الشكل ديالهم زوين يعني مريح في اللبسه. انا جربتها يعني ملبوسه كيجي الشكل ديالها رائع يعني بلا ما تحتاجوا لا الدبابيس لا حتى شي حاجه، كيجي الشكل ديالها زويون. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.